عادي يا روحي انت سافرت يا روحي يا حبيبتي وانا اشتقت لك يا قلبي. تعالي اهلا ريان كيفك؟ اهلين تعال تفضل حياك يا روح قلبي 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 من جوا بيفرح لما بشوفك حياتي انت حبيبة قلبي واخيرا تعرفت على اللي سرق قلبها لبنتي هي كمان سرقت قلبي طبعا وما راح ارجع هايدي اول مره اشوف عليها مبسوطه تدريني ما انا وبشار وايد استانسنا باوروبا حتى قاعده اقول لنعيد هالرحله كل 6 اشهر احب على قلبي اذا كل مره بدي اشوفك فيها حياتي بس انت متى راح تجي الكويت ما بخبي عليكي ماما اموري الماديه ما كثير منيحه هلا مو انا قايلت لك هذا جورج ما ينفع حق ولا شيء اي مو مهم المهم انا مبسوطه معه وايد مبسوطه لدرجه ان انت حتى نسعر تذكره ما انت قادره تدبرينه اي مو مشكله هي مسألة وقت بس اتمنى يلا شو شربكم انا بصراحه ما بشيء حياتي لك هذا بيت حماتك حماتك يعني لازم انت هلا تؤمر تفضل حبيبتي ريان اللي تطلبينه انا معك هلا بيستحي انا بس ابي افهم انت من ركبنا السياره ما تكلمت ولا كلمه ليش بصراحه انا من تزوجتك احاول افهمك بس ماني قادر يعني مرات احس انك بقمه الانسانيه ومرات تحس اني بقمه الانانيه مو هذا اللي تبي تقوله حبيبتي ريام انا وايد استغربت منك من موقفك من راي امك يعني انت تدرين الظروف اللي هم فيها يعني حتى ما فكرت انك تساعدين هي اكيد اعرف كل الظروف اللي يمرون فيها ترى امي تسولف لي كل شيء وليش ما تحاولين تساعدينها لان هذا اختيارها ولازم تتحمل النتائج ما حد قال لها تاخذ واحد فاشل هي مش هيك انت قاعد تعاقبينها انا ما اعاقب احد بعدين ترى هذه امي يعني اكيد ما راح استغني عنها بس ان عطيتها فلوس انا مو قاعد اساعدها قاعد اساعد جورج بعدين تعال انت شلون تبيني اساعد واحد انا ما واطنه ولا اشتهي بعيشه الله وانت شلون تدافع عن واحد لا هو ولد عمك ولا ولد خالك وما له اي قيمه في الحياه شو ما له اي قيمه هذا راي امك بعد انا لما قعدت ما حسيت انسان وايد طيب بعدين اللي عرفته امك بعد ما طلقت من ابوك بكم سنه راحت تزوجت جورج يعني امك ما هدت ابوك عشانه بشار احنا مسافرين عشان نستانس ونغير جو ما له داعي نبطل مواضيع تقف ممكن تسكر هالموضوع اريام انت ساعدتيهم بفلوسك ما راح يضرك شيء انا اقول اعطيهم الفلوس اللي هم محتاجينها بعد ما يطلعون من الازمه راح يردوا لك اياهم دام انت مصمم تتكلم بالموضوع عيل ودي اقول لك شيء ابوي صدق طلق امي بس ابوي لين اخر يوم في عمره كان يحبها ويفكر فيها وانت ما تدري ايش صار فيه لما درى انك زوجت جورج هذا مر بايام ما يعلم فيها الا الله هذا سبب يكفيني عشان ما أصرف عليه من فلوس أبوي عرفت الحين ليش؟ وأنا عيل شنو؟ أنت تبي تدخل نفسك بمواضيع أنت مالك شغل فيها أبوك بعد كان يكرهني وزوجك ولد عمك علشان يمنع زواجنا هاي ليش تصرفين علي؟ إذا أنت تكرهين رأي أمك عشان أبوك هاي لازم تكرهيني بشار أنت شو اللي تبي توصل له؟ مشكلتك مع رأي أمك ما لها علاقة بأبوك مشكلتك أنت أنت تغارين منها أريام أنا مو قصدي أزعلك أنا بس كنت بوضح لك إذا أنت ما تبيني أزعل لا تبطارها الإنسان مرة ثانية بعدين أنا ما أحتاج أي سبب عشان أكرهها أكرهها وخلاص ممكن ما نتكلم بهالموضوع مرة ثانية؟ إن شاء الله أنت لو شاحنة جناط مو أحسن جنج دفعتي وايد حبي أنا مو همني الفلوس أهم شيء أوصل ألقى الجناط قدامي شهر أبي أقول لك شيء وايد مشتاقة حق رشو إن شاء الله لما أرجع وأكلم المحامي ألقاه متصرف ومسوي شيء إن شاء الله أنت أصلا كلمت المحامي؟ إي كلمته أمس وقال إنه كلم عمي بس ما أدري شنو صار معاه بالضبط ها مرزوق أبوك اتصل علي يبي يطمن يبي يشوف نفذت اللي طلبه منك ولا لا يما أنا سويت كل اللي قاله أبوي بالحرف الواحد بس يما أنا ماني مقتنع باللي سويته انزل رشود ما علي يا يمه احنا ما نبي ندش بمشاكل مع ابوك حبيبي امي حياتي ولهت عليك بعد قلبي انت زين هذا رشود شلونك سلام على عمك شو اخبارك زين يمه لحظه يمه شوي ودق عليك
شوي ودق عليك يمه. يلا يلا. بتقصه؟ لا. يعني ودك صار اليوم تقص شعرك؟ لا. ها ما تقص شعرك؟ هلا مرزوق. بشار زوجي. مرزوق ولدامي. هلا مرزوق شلونك؟ سمعيني يا ريام. ولدك راشد تشوفينه في اي وقت انا ما عندي اي مانع. لكن ولدي يحتك معاه الاشكال، هذا الامر انا ارفضه نهائيا. رشود حبيبي روح داخل انا شوي ويلك اوكي؟ شوف مرزوق اللي قاعد تسويه اكبر غلط، وانا اشوف وجودك هني ما له داعي. من تطلع حضرتك انت تطردني من بيت عمي. انت حيالله واحد مثل اللعبه. شرطك ريان بفلوسها ومتى ما ملت مني راح تقطك بالشارع. شوف كلمه ثانيه زياده راح تصرف معك تصرف ثاني، فهمت ولا لا؟ خلنا نشوف ايش تبي تسوي يا بطل. وانا اقول لك اذهب من هني يلا. على فكره انا مو جاي اكلمك انت ولا شرفني اكلم اشكالك. انا هني عشان اكلم مريم. وانا ما بسمع منك ولا كلمه زياده ولا اشوف وجهك هني مره ثانيه. ماشي. انا رايح الحين. برجع بعد ساعتين باخذ ولدي رشود. لا تي ولا تتعب نفسك لان راشد بيتم عندي وانا اللي اقرر، واذا انت مو عاجبك بتبنى المحاكم. يلا. جوي. يلا دشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت بعدين معك، انت بعدين معك، ايش فيك؟ متى تركض؟ انت غبي ما تفهم؟ ليش بخير ايش فيك؟ اريام بنت العز والدلال اتصلت على ابوك وقالت له عن كل شيء صار بينكم. زين يبا انت اسمعني للاخر بعدين احكم. بس ولا كلمه، سمعتك بما فيه الكفايه. اصبح مو قعدنا مع بعض وانهينا الموضوع وقلت لك راشد لازم يشوف امه؟ اريام بنت عمك، على الاقل احتفظ بعلاقه طيبه معاها. لا تتطور الامور معاها وتحطنا في موقف ما ننحسد عليه. الكلام هذا قلناه ولا ما قلناه؟ قلناه يبا قلناه. اي ليش تروح تهجم على زوجها؟ هذا شو تسميه؟ شو تفسره غير انه قمه الغباء؟ يبا انا مو غبي وانا ما سويت شيء. انت غبي لانك للحين تحبها. خلاص انسى اريان، ما تحبك ولا تبيك وتصرف على هالاساس. بس يبا انا انسانه ما تحبك ما تبيك، وخر عنها، ايش تبي فيها؟ الرجال ما يحب وحده وهي تحب غيره. راشد ترى مرزوق ما يداني الارض اللي تمشي عليها اريام، بس شو يسوي؟ اريام بنت عمه ومسؤول عنها. بعدين انت شفت ايش سوت فينا بزواجها من بشار؟ شلون اثرت علينا كلنا، فضحتنا قدام الله وخلقه. الكلام هذا ما له داعي الحين يا هند. وارجوكم ما ابي اسمع احد يتكلم بهالموضوع مره ثانيه.